العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول مولانا الإمام الرباني في مكتوبه 92 فيما يخص أدب المريد مع شيخه، وذكرنا ونؤكد ونعيد ونكرر أن الشيخ المقصود هنا أو المراد به هنا ليس الشيخ شيخ الجامع أو الشيخ العادي، لا، لأن هذه الآداب عميقة جدا، ليست لكل المشايخ. هذه الآداب مع المرشد الكامل المسلك اللي عم ينقلك من مقام لمقام، اللي عم يرقيك روحيا حتى يوصلك إلى درجة الكمال. هذا هو الإمام الرباني الوارث النبوي الحقيقي الكامل، وما أقله وما أندره، ما أقله وما أندره. فيقول مولانا الإمام الرباني: فإن عرضت لخاطره للسالك يعني شبهة يعرضها على شيخه، صار بقلبك شيء على الشيخ، الفورا له صارحه فورا، شفت أمر ظهر منه أو شفت كي، فصار بقلبك اعتراض عليه فورا، قال خبر الشيخ، لأنه هذا مرض ويجب أن يزال هذا المرض. لا تخبيه بقلبك، بتكبر تكبر بتتوسع، بعدين تفقد يعني الهيبة، وبتفقد الأدب، بعدين بتترك وبتمشي، وبتطلع وانت ايش؟ معترض، وتم طول حياتك معترض، وبتموت وانت معترض، كله لأنه هالشبهة صغيرة ما خبر فيها، مثلا ما قاله للشيخ، قال والله أنا مثلا انت قلت الكلمة الفلانية، انت مثلا فلان شفتك كأنك تكبرت عليه، جد يقبل لك إيدك ولا طلعت فيه، هي يعني عملت حركة كبرياء يعني عجيبة يعني. وأنا بعرف الربانيين يعني متواضعين، يعني ليش الحركة هي نأز قلبي، إنه ليش الكبرياء؟ بجوز يصير هذا الأمر. فقال: إذا في شبهة فورا خبر الشيخ فيها، خليه يزلك ياها من قلبه، وإلا أنت بيتطور مرضك. قال: فإن لم تنحل، تمت الشبهة، قال: فليرى التقصير من نفسي، يقول والله أنا لما لي فهمان علم. قال فإن وقعت واقعة مثل هالوقائع لا يكتمها عن شيخي ويطلب تعبير الوقائع منه، بجوز يشوف منام يفكر أنه هذا المنام يعني بالظاهر ينقص الشيخ، بقول له تعال، قل له أنا شفت بالرؤية كذا وكذا، تعال قل له أنا شفت بالرؤية كذا وكذا. قال: قال ويطلب منه تمييز صوابه من عن خطئه، ولا يعتمد على كشوفه أصلا، ما بتعتمد على الكشف، كشفك بوجود شيخك صفر، يمكن عملنا درس عليها، ما هي كشفك بوجود شيخك لا قيمة له. قال: فإن الحق ممتزج بالباطل في الدار، والصواب مختلط بالخطأ، ولا يفارقه بلا ضرورة ولا إذن منه، هي أدب جديد، لا يفارقه، ما بيفارق الشيخ بلا ضرورة ولا إذن منه، بدك تفارقه بدك تأخذ إذن، بدك ق
قال فإن اختيار الغير وتفضيلي عليه مناف للإرادة. يعني مثلا جوز المريد سالك عن شيخ وسنة واثنين وثلاثة وأربعة، بعدين تعرف على شيخ بالصدفة، فهذا الشيخ الثاني حبه كتير وملأ قلبه أكثر من شيخه، شو يساوي آخر؟ والله بدي أترك الشيخ أنا وأجي لعندك. إذا كانوا مشايخ الربانيين، مرة حكانا الله يرحمه الشيخ نصوح الحمصي، كان قاعد قال مع شيخنا بالصالون، قديمة قصة قديمة يعني، فاتنين شباب ضابطين يعني راكزين، شبابك محترمين باين عليهم بالثلاثينات، وأخوة اثنين أخوة أعمارهم بالثلاثين، أتوا لعند شيخنا بكل أدب يعني واضح أنه جماعة سلوك، قبلوا إيد الشيخ واستأذنوا بأنه يحكي كلمة، قال له معلش سيدنا اسمح لي، قال له أنا من خدام السيد مكي الكتاني الله يقدس سره، من آل البيت منسوبين كبار الأولياء والصالحين، قالوا أنا أولاده موجودون الآن يعني، وجود دكتور عبد الله بظن والباقي توفوا، فقالوا أنا من خدام السيد مكي الكتاني قدس الله سره ومنحبه كتير نحن وكذا، لكن يا سيدنا أنا يعني حابين نسلك عندكم نحن نترك هنيك. لاحظة السيد مكي الكتاني كان يحب شيخنا بشكل يعني ويحترمه لشيخنا وكأنه يعني شيخه، وكان شيخنا يعني في العمر أقل منه كان، فشيخنا قال لهم إيه أهلا وسهلا وكذا وتبسم لهم يعني وكذا، قال له شو اسمه؟ قال له اسمي أحمد ومحمود مثلا، قال له إيه أهلا وسهلا إيه يعني شوفوا الأحباب مش مهم. بس راحوا مسك الشيخ فورا التليفون دق للسيد مكي الكتاني، يعني مع انه باله مشغول وعنده مليون شغله بس حتى هي متابعه، شلونك يا مولانا كذا الحمد لله بعد الاهله والسهله، كليشه اهل الشام معروفه على التليفون شي خمس دقائق بعدين بيقول له شو بدك، والله حلوه هي مو مثل هون حلوه يعني، يا مرحبا شلونك ان شاء الله بخير شو اخبارك شلون اولادك شلون كذا شلون شغلك شلون، والله الحمد لله صرنا زمان ما شفنا لسه ما حكوا بتعملوا شي خمس دقائق بعدين ايه بدنا في كذا كذا موضوع يكون كلمتين حلوه يعني تعمل ود. فبعد الكليشه هي المعروفه قال له في اثنين شباب واحد اسمه فلان واحد اسمه فلان، قال له والله أنا ما بعرف عنهم شيء مطلقا، هلا جو سلموا علي قالوا لي بدهم يجوا لعندي يحضروا عندي يسلكوا عنه، شو رأيك مولانا؟ قال له أنا هلأ اطمنت عليهم، قال له أنا هلأ اطمنت عليهم، قال له خلاص السلام عليكم. لاحظ هدول ربانيين هيك بيفهموا، أما نحنا تعال عندي تعال كذاك الشيخ أصلا شو فهمه بالسلوك تعال عندي، والشيخ فلان بيحكي على الشيخ فلان، الشيخ فلان بيتنقص الشيخ فلان، هدول ما مشايخ هدول بدنا نتأدب معهم هالآداب، هن مالهم مؤدبين لحتى نتأدب معهم بهالآداب، ومع ذلك بنحطهم على راسنا ما دامت ما كان يقول شيخنا في عمامة على راسه بنحترمه، ما دام عم يحكي باسم الإسلام نحترمه شو ما كان بس يعني الحقيقة إذا هو ماله مؤدب مع الصالحين أو مع غيره أو مع أقرانه كيف بده نتأدب معه؟ ما أصلاً ما لح الله يبعث له مين يتأدب معه. فإذا حصل مثلاً مال قلبك لشيخ بتجي لعند شيخ بتقول له سيدي والله أنا واحد صايدي مال قلبي لشيخ فلان، فالشيخ بيجوز يقول لك روح لعنده يا ابني لأنه هنيك أنت رزق هذا الشيخ، روح لعنده ويروح لهنيك والله بيفتح عليه
واحتمال له لا خليكم، مو ليس طلبا للنفس والهوى او يعني اشباعا لرغبه نفسيه، لا 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 لا، لا، ولكن لامر يراه الشيخ يعني. تمام. قال ولا يرفع صوته فوق صوته، اي ادب يعني بديهيات، ولا يتكلم معه برفع صوته فانه سوء ادب، وكل فيض وفتوح يرد عليه فليعتقد انه بواسطه شيخه. انت مثلا قاعد بالذكر وعم تذكر الله، وقام صار معك شيء، حال اي حال كان شو ما كان، بدك تعتقد انه هذا ببركه توجهات شيخك، ولولا انك انت مع الشيخ وماشي مع الشيخ ما بيصير معك هذا الحال. لا تفكر انه ما بيصير معي انا هذا بدون الشيخ، الشيخ عم يتوجه لي، الشيخ حاطني خلص حطني بباله، الشيخ عم يتصرف تصرفات من وراي باطنية بقلبي، عم يوجهني روحيا كذا كذا إلى آخره. ما بيقول معناته أنا هلأ صرت مثل الشيخ، معناته ليش قاعد عنده، لا أعمل شيخ أنا الثاني ولا نجيب مريدين، كله لأنه صار معه حال أو حالين أو ميت حال. في ناس عقل صغير يا حسرتي. قال كل أمر برد له. قال فإن الفيض يرد عليه من مشايخ أخر فليره أيضا من شيخي. قال لو أنت قاعد بالذكر وشفت شيخ من المشايخ مشهور، شفت مثلا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، في أعظم منه؟ أنت ماسك مسبحتك عم تذكر الله وشفت سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وطلع نور من قلبه مثلا وفات لقلبك وقام تغير كيانك مثلا، يعني تصير هذا الحال بيصير، أو أول ما شفته صار معك، يعني مجرد ما شفته صار معك حال معين أو حضور ما، أو قال فورا بتقول هذا شيخي، إجا بصورة الشيخ عبد القادر الجيلاني، اصحى تقول الشيخ عبد القادر الجيلاني، لأنه أصلا أنت شو بيعرفك بالشيخ عبد القادر الجيلاني؟ قبل شيخك مين كان؟ كان شيخك جورج والسوف انت الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ مين كان شيخك انت؟ مين؟ هلا صرت بدك تحكي لي بالشيخ عبد القادر الجيلاني ودك تحكي لي بالشيخ فلان الشيخ فلان لك، فبيقول هذا شيخي اتى بصوره الشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا ادب. قد يكون ذلك وقد لا يكون، يعني على الفكرة يعني قضية مو شرط، لكن الأدب أن تقول ذلك، الأدب أن تقول ذلك ولو لم يكن ذلك من الحقيقة. قال وليعلم أن الشيخ لما كان جامعا لكمالات والفيوضات أصبح أو وصل إليه منه فيض خاص مناسب لاستعداده الخاص الملائم لكمال شيخ من الشيوخ، أعني الذي ظهرت منه صورة الإفاضة، وأن لطيفة من لطائف شيخه لها مناسبة بذلك الفيض ظهرت في صورة ذلك الشيخ، فتخيل المريد تلك اللطيفة بواسطة الابتلاء شيخا وظن أن الفيض منه. على هذا اختبار حتى إلك أنت، على اختبار إلك، بتشوفه بصورة شوف شيخك، شوف انت يا ترى لساعتك مع شيخك ماشي تمام ولا عم تدور على غيره؟ سبحان الله. المرة الشيخ عيسى الكردي الله يقدس سره، كان يجوا لعنده الشيخ امين الزملكاني والشيخ امين كفتار، يجوا لعنده الصبحية الساعة 9 الصبح 10 الصبح بيفطروا معه، عزمون على الفطور فول مدمس من فولات الشام القديمة يعني يلا ما عاد في منه. المهم فشو قال لهم الشيخ عيسى؟ قال لهم والله دريتوا؟ قال له والله سيدي ما درينا، خير إن شاء الله. قال لهم مبارح من يومين وصل شيخ من تركيا، بس شو شيخ؟
شو شيخ ما شاء الله، شو مقام، شو توجهات، شو أحوال، شو كرامات، شيخ شيخ فوق فوق ما شاء الله. هذا قطب من الأقطاب، ونزل بالشام طبعا بالجبل، كان جبل قاسيون كان شيخ عيسى الكردي، انه الشام يعني بعيدة على اساس ايه، ونزل بالشام ضيف عند ما بعرف عند مين من المشايخ، وما شاء الله بس مجرد ما تصافحه بيشتغل قلبك بذكر الله. والشيخ عم يأكل وعم يحكي، فالشيخ أمين قال له ساكت ما حكى ولا كلمة ولا سألوا عنه ولا شيء. قال له ابني ما سألتني وين نزل، وين راح، شو اسمه، ما بكون تروحوا لعنده تشوفوا؟ قال له سيدي شبنا فيه، نحن عنا قطب الأقطاب. قال له سيدي نحن في غنى، نحن الله كرمنا بقطب الأقطاب، شو بدنا بالأقطاب الصغار، نحن مع القطب الكبير. ولا تحرك قلب ولا مال، عم يهزوا يشوفوا الشيخ شلون، لأنه في ناس على صغير دغري، كل ما بيروح كل ما بيجيب. هذا بعمره ما بيصير سالك، والله بعمره ما بيصير سالك، بيعيش وبيموت من البله اللي ورده بالحديث وإن كان ضعيف. رأيت أكثر أهل الجنة بله، هذا وين ما بيلاقي شيخ بيسلوت، هذا ما عنده سلوك، هذا هيك يعني فوت على الجنة هيك، مثل ما هيك فوت على الجنة هيك. أما سلوك وكذا، أما عليون فلأولي الألباب. طيب حديث ضعيف لكن بالمعنى، يعني المعنى احنا ضربناه كمثال. قال الله، قال وهذه مغلطة عظيمة حفظنا الله من زلة الأقدام، انه تظن انه هذا شيخ اجى يتوجه لك. ورزقنا الاستقامة على اعتقاد الشيخ ومحبته بحرمة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وبالجملة الطريق كله آداب، مثل مشهور أي عند السلوك قاعدة، الطريق كله آداب، لا يصل العاري عن الآداب إلى الله. لا تفكر واحد قليل أدب الله يعافينا، كل الآداب يا أحبابنا كل الآداب. والله في 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 يعني عارفين تكلموا عن أمور بسيطة جدا، مجرد ما يعني ينتقص أدب بسيط جدا جدا بيحدث تغيير معه بالسلوك. نحن ما بنحس على شيء لأنه منوب، ما في إحساس، نطمس على قلبنا. مثل ما كان شيخنا يضرب المثال، يقول ابني اللي لابس جلابية بيضة مثل هي مثلا، إذا بيجي وسخة صغيرة عليها هيك أدراس الدبوس من بعيد، شوف الوسخة وين على الجلابية، بتظهر ولا ما بتظهر؟ تظهر. وإذا واحد لابس توب أسود أو توب المكنسيان، منزل له محركين ثلاثة طول النهار، بعدين بآخر المساء هو عم يشرب كاسة بردقان، نزلت نقطة بردقان هون، عم قال له الشغيل، قال له معلمي بس لنظف لك هاي، ظفني شو هاي، شو بدك تنظف؟ ما بيحس ولا بيشعر بكنه كله وسخ. فنحن هيك صاير فينا، كلياتنا وسخ، ما بنشعر والله ما بنحس، ما في إحساس. أما اللي لو توبنا نظيف أبيض صافي، سلوكنا وقلبنا كان أي خلل بسيط فورا بتشوفه بتنزعج منه. بس الله يتوب علينا، ما عاد عنا إحساس، والله يا شباب ما عاد عنا إحساس، أنا أولكم والله. قال فالعاري عن الآداب إلى الله تعالى، على الآداب لا يصل العاري عن الآداب إلى الله تعالى. فإن رأى المريد نفسه مقصرا في رعاية بعض الآداب، نحن مقصرين ولا ما في أدب بالأصل؟ قال ولم يبلغ حد أدائها كما ينبغي، ولم يقدر أن يخرج عن عهدتها بالسعي، فهو معفو عنه،
يعني ما سكر وشنا الإمام الرباني يعني، فتح لنا مجال نتنفس. أنا شايف حالك مقصر وتعبان ولك وضع وعم تبذل جهدك بس هادي عم يطلع معك. المهم ما تكون نيتك إساءة الأدب. يعني في ناس بيتقصد إساءة الأدب بنية إساءة الأدب، هذا جريمة. أما فقط يعني القضية قضية ضعف أمام شهواتك، ضعف أمام نفسك، قال يلا خليك تزبط إن شاء الله بالمستقبل، معك معك تستقيم. قال لكن لابد من الاعتراف بالتقصير، فإن لم يراعي الآداب عياذا بالله سبحانه وتعالى ولم يرى نفسه مقصرا فهو محروم من بركات هؤلاء الأكابر إذا ما بيتأدب معهم. واحد وبيتقصد إنه ما يتأدب معهم وما بيعتبر نفسه مقصر، ولا شو ساوينا، شو عملنا، شو فيها، شو كفرنا، على هذا ماله سالف، ولو بيذكر الله كل يوم 10 ساعات ماله سالف. الله يتوب علينا. إن شاء الله في الدرس القادم ناخد فطام المريد عن شيخه، كتير مهم، درس مهم كتير. والحمد لله رب العالمين.